هاي بنات، الفيديو اليوم مختلف عن الفيديو اللي كتقدمون من قبل، لأنه رح فرجيكم شو هن أحلى ألوان حمرة اشتريتهم بالصيفية. إذا حابين تعرفوا شو هن، احضروا هيدا الفيديو. أول حمرة اشتريته هو هيدا الحمرة من ريمال، لونه بيجي كتير ناتورال وبحطه كل يوم على الشغل. أحلى شي بهيدا الحمرة أنه بيضاين كل نهار، يعني ما بيروح باكل وبشرب وبيضل الحمرة على شفافة. والكمان الشغلة اللي حبيتها كمان انه هو مات، يعني ما كتير بيرمع، وهيدا الشيء هلأ كتير دارج. رح فرجيكم لونه للحمرة على ايدي. لونه بيجي على ناتشورال، شوي روزي مش كتير، مناسب لكل الوان البشرة. تاني لون جبته هو هذا اللون الاحمر من ماك، لونه احمر قوي شوي بس كتير حلو وكتير مناسب للصيفية. رح فرجيكم كمان اللون على ايدي، هيك بتقدروا بتفرقوا الالوان يلي نقيتها. انا اللون الاحمر كتير بحبه، بحسه كتير بيلبق لبشرتي، وبنصحكم اذا انتو كمان بتحبوا الالوان القوية تحطوا اللون الاحمر اذا رايحين على السهرة او ظهرة مع صحباتكم. تالت حمرة هو هذا الجلوس من سماش بوكس. هذا الجلوس لونه كتير حلو لانه بيجي شوي على سمو، فيكن تحطوه فوق حيلا لون حمرة ناتشورال عندكن ياها، ليكو لونه شو حلو ولمعته منها كتير قوية. وأحلى شي حبيته بهيدا الحمرة، هيدا الجلوس بالأحرى، إنه لما أحطه على شفافي ما كتير بيدبق وما بيزعجني، لأنه أنا عادة ما كتير بحب الجلوس لأنه كتير بيدبقوا وبيضايقوني بالنهار، يعني ما كتير بحسهم براتيك لكل يوم. بس هذا الجلوس كتير حلو، بنصحكن إنكن تجيبوه. رابع غرض جبته هو هيدا الليب لاينر من ريفا، لونه كتير حلو وانا كتير عم فتش على هيدا اللون وما عم بلاقيه. بيجي على موف قوي، كتير غريب بس كتير حلو وهلأ كتير دارج. فبنصحكم انه يكون عندكم ليب لاينر لونه غريب وحلو وجديد، لانه اوقات منحب شوي نغير عن الالوان التقليدية البني والاحمر وهيدي الالوان، فلازم يكون عندكم لون موف بشنطة الميك اب تبعكم. اما اخر حمرة فهيدا البوردو من ماك اسمه ديفا. هيدا اللون اكيد منه كتير صيفي، بس انا كمان بحب يكون عندي لون بوردو بشنطة الميك اب لانه بحسه حلو وكتير هيك إليغان وبيلبق مع كتير الوان تاب، يعني مثلا اذا لبسها اسود، اذا لبسها بني كمان بحب احط اوقات بوردو. فبنصحكم انكم تجيبوا هيدا اللون لانه كتير راكز وكتير حلو مع كتير الوان تياب. هذا كان الفيديو لليوم. اذا عندكم اي موضوع حابين انه احكي لكم عنه او ميك اب حابين انه اعملكم اياه، اتركوا لي بخانه التعليقات. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناه دنيتي وتتواصلوا معي على فيسبوك، تويتر، انستغرام وسناب شات. بشوفكم بفيديو جديد. باي.